هاي، لما نحكي عن الفخامة والرياضية بنكون عم نحكي عن بي ام دبليو، وانا اليوم مش باي بي ام دبليو، عم بحكي عن 7 سيريز، ومش اي 7 سيريز، 760 ال اي اللي هي اعلى ترم ب 7 سيريز ببي ام دبليو، السيارة المليئة بالفخامة وبالمميزات. ولكن مش بس هيدي السيارة الوحيدة بي ام دبليو، خلينا نشوف شو في حد كمان. حد هون السيارة الفيس ليفت الجديدة اللي نزلت بال 2020 من بي ام دبليو، ولكن هيدي اللي حدي 730 اللي هي الانترودكتوري تبع 7 سيريز. خلينا نشوف شو بيفرق. نبلش بالانجن اللي هو 4 سلندر 2.0 بقوة 258 حصان. اما على يميني المونستر اللي موجود محرك 12 سلندر بقوة 610 حصنة، سيارة بتتسارع من 0 ل 100 ب 3.6 ثواني مقابل 6.3 ثواني من 0 ل 100 بال 730. شو اكثر شيء بتحبوه بام دبليو 7 سيريز؟ خبروني بالتعليقات تحت.